ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة بتاعتي الأولانية عشان قربت توصل لمليون مشترك. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان اقدر ان انا اكمل. فيلمينا بيبدأ بتقيل قاعدة مع صاحبها هوهون. الموضوع اتطور معاهم وقضوا الليلة كلها مع بعض. بعد 5 شهور تقيل وهوهون راحوا لباباها ومامتها واعترفوا لهم باللي حصل وانها حامل. اهلها اعترضوا ورفضوا الفوضى دي وقرروا انها لازم تنزل البيبي، بس ما كانش ينفع لانها اصلا في الشهر الخامس. حاولت تقنعهم بكل الطرق انها هتهتم بدراستها مع الحمل، بس مفيش فايدة. هوهون حاول يقنعهم بنفسه بس معرفش لانه لسه في الثانوية، وكمان باباها قال لها انه لسه صغير بس هو كان ساقط فكمان فاشل بالنسبة لهم. تويل قررت انها تسيب لهم البيت وبدأت تتكلم صيني مع باباها وهوهون مش فاهم اي حاجة. تويل سابت لهم البيت ومشي، وهوهون راح وراها عشان يهديها. اخدها بيته وهناك اهله كانوا عكس اهلها تماما، وكانوا مبسوطين بس معترضين على الوقت اللي حصل فيه الحمل عشان هم صغيرين، بس تمام يعني رحبوا بيها وشافت قد ايه هم ودودين مع ابنهم عكس عيلتها. هوهون حاول يهدي الموقف وسألها هتقعد فين طالما اهلها غضبانين عليها، بس هي فكرت في مكان هتروح. تاني يوم راحت بيتها وقررت انها تلم شنطتها وتروح عند بيت جدها وجدتها في دياجو، وكمان قررت تدور على باباها الحقيقي لان كيم ده جوز مامتها وهو اصلا اللي مربيها. مامتها جت فجأة البيت واتخانقوا مع بعض، وهي اخدت هدومها ومشيت وقالت لها تبقى تقول لباباها كيم. راحت عند هوهون قبل ما تسافر وقعدت معاه شويه ولعبت معاه كوره، وهو قال لها انه يطمن عليها على طول وجاب لها الاكل اللي بتحبها. ركبت الاتوبيس وسرحت وافتكرت وهم مسافرين لسول مع كيم ومامتها قالت لها انه هيكون باباها بعد كده وهي كانت صغيره. وصلت لبيت جدتها واول ما شافوها قابلوها بالمكنسه، وجدها جاي وراها وقالوا لها انهم مش كويسين عشان مش بيسالوا عليهم ولا هي ولا مامتها، بس طبعا قلب تيتا والجد ما خلصهمش يطردوها وعملوا لها اكل وهي حكت لهم على اللي حصل. وجدتها برضو حكت لها ان مامتها كانت عنيده واتطلقت وسابت البلد وجدها محمل نفسه الذنب. دخلت تويل اوضتها وشافت صورها وهي صغيره، بس ما لقتش ولا صوره لباباها وهي مش فاكره شكله، فهتضطر انها تدور عليه باحساسها. كانت بتتمشى في المدينه وشافت مطعم بيعمل الاكل اللي بتحبه ودخلت اكلت، وكلمها هون وقال لها انه هياخد كورس صيني عشان يعرف يفك الشفرات اللي بينها وبين باباها. وفي بنوته كانت بترخم على تويل وكانت متضايقه منها، راحت بعدها تدور على باباها وراحت مدرسه وسالت مدرس عن عيلته، بس طلع مش هو باباها. هي وهي ماشيه شافت البنات وافتكرت خناقاتها مع مامتها لما اشترت مشغل اغاني ومامتها كانت هتاخده منها. مامتها وجوز مامتها في الشارع وبيسال عليها لانه بيحن عليها اكتر من مامتها، ولما سالها عليها قالت له انها في دياجو وقالت له ما يتصلش بيها، وهو خاف يكلمها قدام مامتها. تويل لفت كتير وتعبت وراحت السوق تتمشى، شافتها واحدة هناك صاحبة محل، ولما دققت فيها عرفتها هي صاحبتها من ايام المدرسة. دخلوا واتكلموا مع بعض كتير وافتكرت تويل نفسها لما مامتها وباباها كانوا بيتخانقوا في المطعم، بس برضه مش عارفة تفتكر صورته. في بيت هوهون ابوه وامه بيكلموه بيحسسوه بالمسؤولية تجاه تويل، وانه المفروض يوفوا بعض معاها. في المطعم البنت الصغيرة جابت كتاب عشان تويل تذاكر لها، بس هي مش مهتمة، والبنت صممت. ولما تويل اضطرت تاخد الكتاب عشان تخلص من ذنبها، البنت كانت شقية وخطفت اكل منها ومشيت. بعدها تويل راحت لواحد في المدرسة وحاولت تتعرف عليه، بس خطيبته دخلت وحصلت مشكله كبيره وهي سابتهم وجريت. جوز مامتها كلمها وقال لها ما تزعليش ولازم ترجع تاني وهم هيحلوا مشكلتها معاه. وفلاش باك تاني وافتكرت الرحله اللي عملتها مامتها ليها، وشافت يومها واحده مع باباها وطلبت من مامتها ان باباها يجي معاهم، بس مامتها قالت لها ان باباها عمره ما راح معاهم في مكان. كانت في المترو زعلانه لانها مش عارفه تلاقي باباها الحقيقي. في بيت كان باباها ومامتها بيتكلموا عن مشكلتها وازاي يحلوها، ومامتها كانت متضايقه علشانها وبداوا يفتكروا ايام زمان. بالليل كلمت تويل وهوهون في التليفون وبتحكي له على اللي بيحصل معاها. تاني يوم في المطعم البنت قدرت تصاحب تويل وبتتكلم معاها وتصاحبه خالص، وكان اسمها يشبه اسم تويل، وكانوا مبسوطين وبياكلوا مع بعض صلصه البعوض. وحكت لها انها مش عندها ام وعايشه مع باباها. راحت لمدرس تاني واتكلمت معاه وحاولت تخليه يتعرف عليها، خصوصا انه قال لها انه فقد بنته ومن يومها عايش وحيد، بس هي برده ما طلعتش بنته لانها غرقت وهي صغيره. راحت تويل على البحر وكانت زعلانه لحد ما جت لها صاحبتها توك واتكلموا مع بعض كتير، وبعدها شافوا بنوته مامتها بتتحايل عليها عشان تركب البطه. نرجع فلاش باك، افتكرت بقى اليوم ده وكان اول يوم تتعرف على كيم فيه، وكمان ركب معاهم البطه وهي كانت مبسوطه معاه عشان هيعلمها صيني وكانت متحمسه. هي حبت كيم وقدر يدخلها من الطريق اللي ساعده يقربوا منها علشان هي نفسها تتعلم صيني. رجعنا بقى ليها هي وصاحبتها اللي ركبوا البطه واتفسحوا مع بعض. بالليل جدتها صحتها عشان تساعدها في شغل البيت، وحكت لها على مشاكل مامتها وباباها، وقالت لها كمان انه ما كانش في اي صوره لباباها تجمعهم مع بعض، ونصحتها انها تعيش الواقع. قررت تويل انها ترجع البيت طالما مش هتلاقي باباها. تاني يوم البنوته اخذتها البيت معاها، وباباها استغرب انها جايه لوحدها، بس هي قالت له انها معاها صاحبتها وشاورت له على تويل. اول ما شافت باباها اتخطفت كده وحس
حس ان هو بس ما قدرتش تتكلم، هو كمان حس انها بنته جاي بعيد وهو جاي وراها، وعرفها من غير ما تتكلم وقال لها انت طويل، بس هي قالت له ما يتكلمش ومش عايزه تعرفه اصلا، وانها كانت محضره كلام كتير خالص بس دلوقتي مش عايزه تقوله، وسابته وسابت شنطتها ومشيت. رجعت البيت وكان باباها اللي هو جوز مامتها مستنيها وفرح جدا لما اطمن عليها، ومامتها قالت لها تروح لهوهون وتقول له انهم هيقابلوا اهله يوم الخميس. وتاني يوم راحت لبيت هوهون بس هوهون مش موجود، وكمان اهله فاكرينه معاها، فما بلغوش البوليس على اختفائه وهو غايب بقاله يومين. طويل افتكرت انه هرب منها، بس مامته قالت لها لا هو بيحبك وعمره ما هيهرب، اكيد اكيد في حاجه حصلت. رجعت لاهلها وقالت لهم، ومامتها اتخانقت معاها لانه طلع ندل وحملتها المسؤوليه، بس هي قررت تروح تدور عليه. جوز مامتها قرر يروح معاها يدوروا عليه، وفجاه الجرس رن، راحت تفتح الباب على امل انه هوهون، بس طلع مش هو، ده باباها تشوي. هي ومامتها متنحين وباباها كان بيكلمه وهو محرج خالص. بعدها دخلوه، مامتها افتكرت انها متامره معاه وحاولوا يفهموها انها صدفه، بس هي كعادتها مش بتسمع لحد، وفتحوا موضوع هوهون وقرروا انهم هيدوروا عليه كلهم. راحوا المكان اللي بيشتغل فيه وما لقوهوش، بس كانوا تعبوا وفقدوا الامل. وتشوي شاف حد جايب اكل فعرض عليهم ياكلوا، بس هم رفضوا. طويل حست انها جعانه فطلبت منهم يوافقوا، وراحوا جابوا اكل واكلوا. باباها كان عارف كل حاجه عن حياتهم، وتشوي بيتريق على التفاهات بتاعتهم. طويل حست انها تعبانه، بس باباها كان طمنها انهم هيلاقوه. قامتها مقتنعه انه هرب، بس هي واثقه فيه انه ما هربش. راحوا المكان اللي بيلعب فيه مع اصحابه ولقيتهم هناك وهو مش معاهم. اول ما شافوها عرفوها ان هي صاحبته هون، ورحبوا بيها وقالوا لها انه بيحبها ودايما بيحكي لهم عنها، ولما سالتهم عليه ما حدش يعرف عنه حاجه، كلهم قلقوا عليه علشان ممكن يكون حصل له حاجه فعلا. برتمت بكلمه كده ما عجبتهمش وقالت عليهم انهم متخلفين، وواحد سمعها واتخانق معاها جامد وقال لها اكيد هو هرب من لسانك وانها ما تتعاشرش. اتخانقوا خناقه جامده، حتى باباها اتدخل، بس هي فضت العركه علشان مش فاضيه وعايزه تلاقي هوهون بسرعه. بعدها مشيوا واتخانقوا هم مع بعض، وهي من توترها قالت لباباها تشوي انها كان نفسها تشوف باباها الحقيقي، بس ما كانتش تعرف انه بالمنظر ده. كم زعل منها وقال لها كل الحب اللي اديتهولك ده وبرده مش شايفاني باباكي، وسابها ومشي. تشوي ما فهمش اللي قالوه لبعض لانهم اتكلموا بالصيني. مامتها حاولت تلحق كم، بس هو كان زعلان قوي منهم وقال لها تروح معاهم، هو هيمشي من حياتهم. طويل افتكرت انها ممكن تلاقيه في المعبد لانه قرر ياخد كورس صيني واخدتهم لهناك. في الطريق لقت باباها كم جالهم ومشي معاهم من غير ما يتكلم، ما حبش يسيبها لوحدها. تعبت في نص الطريق، وباباها الاثنين قرروا انها ترتاح مع مامتها وهم يروحوا يدوروا عليه. قعدت هي ومامتها عند صخره الامنيات، ومامتها بتتمنى ما تشوفش تشوي تاني، ومامتها حكت لها عن علاقتها بكم وازاي هو كان اب ليها، ولما ما كانتش بتحب الباليه جاب لها مجله وقال لها ان الباليه في السن الصغير بيوقف النمو، وطبعا كان بيضحك عليها عشان توافق انها تسيب مدرسه الباليه. شوي كم راح المعبد وسالوا كل الناس عنه، بس ما حدش شافه، حتى الكاهن قال لهم انه بقاله كذا يوم ما بيجيش. شوي طبع الصوره اللي كانت مع طويل وهون ووزعها على المعبد كله ولزقها على الشجر والحيطان، بس كم ما عجبوش التصرف ده، قال له كده هتضايق طويل وانه ما يعرفش اللي هيفرحها واللي هيضايقها، بس تشوي قال له انها هتفرح لما يلاقوه. رجعوا قابلوهم في نص الطريق وقالوا لهم انه مش موجود، وطويل كانت متضايقه جدا، حاولت تشيل صخره الامنيات من مكانها بس ما قدرتش، وهم ساعدوها وبرده ما عرفوش ومشوا. في الطريق شافت بنات ماسكين منشور في صوره هوهون وبيتكلموا عنه وشكلهم عارفينه، وكمان طويل لقت صوره في كل مكان. ما لحقتش تتضايق، كانت شوي وكيم راحوا للبنات وعرفوا مكان هوهون. شوي وكيم راحوا له ولقوه نايم وصحوه واخدوه عند طويل. هوهون اتاسف لطويل وقال لها انه كان بيذاكر عشان يكون جدير بيها وعشان اهلها ما يتريقوش عليه تاني، وسالته على تليفونه وكان ضاع منه، وحاول يتاسف لها بس هي رفضت اسفه عشان هو سابها وما قدرش تعبها. طويل سابته ومشيت وقالت له ما يجيش وراها، وكانت متضايقه منه خالص وهو بيحاول يصالحها. بابا ومامته وصلوا وكانوا قلقانين عليه جدا وفرحوا لما شافوه، وكانوا عيله محترمه الحقيقه. متاسفوا لعيله طويل وان ابنهم مستعد يتجوز بنته. طويل بعدت عنهم وقالت لهم محدش يقرب، وقالت لهم انها مش عايزه تتجوز، وطبعا مامتها ما عجبهاش الكلام، قالت لها انها اتجوزت باباها واتطلقت عشان سابها، لكن هي دلوقتي سابته حتى قبل ما يتجوزوا. كلهم كانوا متضايقين وهم بيحاول يبرر موقفه، بس هي رافضه. وحصل الموضوع باباها كم قال لها براحتك طالما مش عايزه تتجوزيه خلاص. هديت شويه واطمنت لكلام باباها، وراحوا ومامتها عندها وهدوها من ناحيه هوهون وقالوا لها انها لازم تجرب الحياه، ممكن تكمل معاه باقي حياتها. بعدها هوهون راح عندها واتصالحوا وخلاص وافقت انها تتجوزه وتخوض التجربه. اهل هوهون اتعرفوا على تشوي، وكم قال لهم انه باباها، وبعدها تشوي قال لهم على كم انه باباها برضه، فاستغربوا في الاول، بس دول عيله مسالمه فعادي بالنسبه لهم، رحبوا بالفكره. تشوي قرر يسيبهم ويرجع بيته، وطويل وصلته واتكلمت معاه والدنيا هديت بينهم، وسالته عن فلوس المدرسه هو وداها فين، قال لها اشترى مشغل موسيقى، فعرفت انها ورثه حب الموسيقى من باباها. ورجعت لباباها كم اتمشوا مع بعض وقال لها على حاجه هي ما كانتش عامله حسابها خالص، وهي هتدخل القاعه مع مين. هي ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، بس اكيد هيلاقوا حل. بدات تتدرب على دخول القاعه وكانت مبسوطه مع مامتها وباباها كم، والامور هديت. في الفرح عزموا كل الناس اللي يعرفوهم، حتى الكاهن اللي ماشي بعصيره ده، وجدتها وجدها كمان كانوا هناك وكانوا بيدعوا لها. مامت وبابا هوهون بيرحبوا بالناس وفرحانين خالص ان فرح ابنه. هوهون كان شكله امور ببدله العريس، واصحابه كانوا مبسوطين بيه خالص.
خالص. وبابا قال لهم روحوا البوفيه مفتوح كلوا براحتكم، ناس كرم يا جماعه، ده عندهم هم مش عندنا. تشوي جاب بنته الصغيره عشان تحضر الفرح معاه وسلم على كيم، وشاف توك صاحب التويل هناك وسلمت عليه. كيم وتشوي قاعدين في القاعه، طيب مين اللي هيطلع مع التويل؟ ايوه مامتها اللي هتدخل معاه، وكانت مبسوطه جدا وقلقانه كمان لانها اول مره تتحط في الموقف ده. دخل هيون القاعه وكانت دور على العروسه، وقالت لها مامتها مستعده؟ قالت لها ايوه، وطلعوا مع بعض وشكلهم كان جميل وكل اللي في القاعه سقفوا لهم. وكده احنا وصلنا لنهايه الفيلم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه والقناه دي، وفولو الاكونت بتاعي على انستغرام. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.